جزاكم الله خيرا. يقول أحد الإخوة إنه حلف بالطلاق على ألا يعود لشيء معين، إلا أنه كان ناسيا وعاد إليه، وذلك بسبب ظروف حكمت عليه كما يقول، فهل تعتبر طلقة؟ وكلما عاد عليه هل تعتبر طلقة؟ جزاكم الله خيرا. هذا فيه تفصيل على الصحيح. إن كان نوى إيقاع الطلاق عند فعل الممنوع الذي يريد منع نفسه منه فإنه يقع، وإن كان أراد منع نفسه فقط ولم يرد إيقاع الطلاق فهذا فيه خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنه يكون حكمه حكم اليمين تحله الكفارة، وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. وأما أنه يتكرر الطلاق كلما تكرر الفعل فهذا لا يتكرر إلا إذا جاء بكلمة كلما، لو قال لها كلما فعلت كذا وكذا فأنت طالب فإنه يتكرر، أو أتى بصيغة من الصيغة التي تريد التكرار مثل متى ما فعلت كلما فعلت كذا وكذا، متى ما فعلت كذا وكذا فإنه يتكرر. أما إذا جاء بصيغة لا تقتضي التكرار مثل إن فعلت كذا وكذا فأنت طالق، أو إن فعلت أنا كذا وكذا، فهذه لا تريد التكرار وإنما تكون مرة واحدة. نعم.